طيب إيمان، إيه أكتر المشاكل اللي أنت حاسة يعني إن هي ممكن الأطفال بيشتكوا منها أو بتواجههم؟ يعني أكتر حاجة أنت لمستيها؟ أعتقد إن الأطفال في السن ده بيبقوا محتاجين حاجة one to one. فحتة زي ما أحمد قال إن في ناس كتير اللي هو بتدخل تتعامل مع كله أو بتدي، لو زي مثلا حتى الورش اللي احنا بنعملها مع كله، ما عندناش الإمكانية إن احنا حد يدي شغل مكثف مع كل مع واحد، مع شخص حاجة كاستومايزد للنيدز بتاعت الطفل ده. فدي بتبقى حاجة يعني أعتقد إن هي برضو بتبقى مشكلة، إن مش كل الريسورسز اللي موجودة عندنا تقدر إن احنا نعمل كده مع طفل. فهو بيبقى محتاج النوع ده من الاهتمام، والنوع ده من ان حد يسمعه، من النوع ده ان هو يحس ان حد قبله هو شخصيا مش هو وسط مجموعه. بالظبط.